حول مفاوضات الكويت ومثل تلك الافتراءات، معنا عبر الأقمار الاصطناعية الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله بن عامر. مساء الخير. مساء النور نادر، أهلا. في سياق الجهود الكويتية لإنجاح مشاورات السلام، هل استطاع الوفد الوطني إقناع الراعين للمفاوضات بافتراءات وفد الرياض، وهل استطاع الوفد الوطني دحض تلك الافتراءات؟ خلال الساعات الماضية وأيضا اليومين الماضيين استمر الوفد الوطني في تكثيف جهوده الدبلوماسية في التواصل المكثف مع ولد الشيخ وأيضا مع سفراء الدول الثامنة، سفراء الاتحاد الأوروبي وأيضا سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وجميع السفراء المتواجدين هنا في الكويت والمتابعين عن قرب تطورات الحوار اليمني هنا في الكويت، وأيضا التواصل المستمر مع وزارة الخارجية الكويتية ومع القيادة الكويتية. الوفد الوطني تمكن خلال اليومين الماضيين من تحقيق مكسب سياسي يضاف إلى مكاسبه السياسية المتعلقة باختراق العزلة الدولية التي حاول العدوان فرضها منذ العدوان في مارس من العام الماضي وأيضا منذ ما قبل العدوان. الوفد الوطني قدم رؤيته، وعلى ما يبدو أن وفد الرياض عندما أعلن تعليقه المشاركة في المشاورات ليس لأسباب تتعلق بما يحدث في محافظة عمران أو بما حدث أو بمحاولة افتعال مثل هكذا مشاكل. نعم، المبرر الحقيقي أو السبب الحقيقي تقف وراءه أو وراءه هي الرؤية الوطنية أو الرؤية المقدمة من قبل الوفد الوطني، والتي حازت على مواقف وعلى مواقف إيجابية من قبل سفراء الاتحاد الأوروبي. تحديدا تلقينا معلومات تؤكد بأن ما قدمه الوفد الوطني من رؤية تتعلق بالمرحلة الانتقالية المقبلة بشكل السلطة التوافقي، أيضا بما يتعلق بالجانب الإنساني، بالإلمام الكامل بالقضية الوطنية، بمحاولة وضع الحلول الناجعة والواقعية للمشكلة اليمنية. كل هذا قد حاز على موافقة وعلى رضا أيضا جميع السفراء، ووضعهم أيضا في موقف محرج، كما وضع وفد الرياض في موقف محرج الذي ذهب إلى محاولة افتعال المشكلة في عمران أو فبركتها. لا نعم، يحدث شيء، كما جاء في تقريركم لم يحدث أي شيء في محافظة عمران فيما يتعلق بمعسكر العمالقة، فقط اتخذه وفد الرياض شماعة لمحاولة الهروب ومحاولة إفشال المفاوضات الجارية في الكويت. أيضا هناك محاولة سعودية لإفشال هذه المفاوضات نعم، والبحث عن تسوية أخرى. تريد السعودية أن تظهر بمظهر الراعي للحوار وتريد أن تخرج من هذه الحرب وكأنها هي الدولة التي تقدم لليمن كل شيء، وكأنها هي الدولة الراعية لليمنيين، وبأنها من تقدم لليمن المساعدات وأيضا أي شيء آخر. أيضا تلقينا معلومات تتعلق بلقاء وفد أنصار الله تحديدا بسفراء دول الخليج، وكيف كان موقف وفد أنصار الله قويا، وكيف طرح مهدي المشاط تحديدا ثم محمد عبد السلام وأيضا أعضاء الوفد وأدلوا بدلوهم فيما يتعلق بشرح القضايا الوطنية وفيما يتعلق بما تحاول الدول الخليج زرعه نعم أو أستاذ عبد الله، نعم تضليل الرأي العام فيما يتعلق بالإعلام تحديدا، وأيضا فيما يتعلق بالمساعدات، فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بحق اليمنيين، فيما يتعلق أيضا بالمعوقات والحصار نعم، الجوي والبحري. وأيضا أشرت إلى أن كان الوفد الوطني الرؤية قويا جدا المقدمة في نعم طرحه، وقد حتى أن بعض سفراء دول الخليج علقوا وقالوا كنا وكأننا كنا في فصل عندما نعم حاول الوفد الوطني إدارة أو تمكن من إدارة الجلسة بشكل متناسب، وأيضا تمكن من إيصال رسالته بشكل جيد. نعم أشرت نادر، نعم أشرت إلى أن الرؤية المقدمة من الوفد الوطني هي السبب الأساسي في يعني تعليق وفد الرياض لمشاركتهم، بينما بعض الأنباء تشير إلى طلب وفد الرياض لعودة مشاركته في مشاورات السلام، طلب وفد الرياض إخلاء معسكر العمالقة رغم نفي وزارة الدفاع اليمنية لهذه الذريعة، ما قراءتكم لذلك؟ في حقيقة الأمر لم تصلنا أي معلومات بشأن هذا الأمر. ما ورد إلينا وما نستطيع أن نلاحظه هنا في الكويت، نحن قريبون جدا من الوفد الوطني، نحن نطلع على
تفاصيل الجلسات بشكل يومي، أيضا نتابع مختلف المواقف، نتابع أصداء ذلك على وسائل الإعلام. يمكنني القول وباعتقادي هذه المعلومات تخرج لأول مرة عبر وسائل الإعلام أن وفد الرياض يحاول إفشال هذه المفاوضات فقط، لأن الوفد الوطني تمكن من طرح رؤيته بشكل موضوعي ومهني، تمكن خلال الأيام الماضية من تحقيق مكاسب سياسية فيما يتعلق بالجهد الدبلوماسي المكثف، فيما يتعلق بتقديم الرؤية الواقعية. عندما نقارن رؤية الوفد الوطني مع ما قدمه وفد الرياض، سنجد أن وفد الرياض قد أخفق إخفاقا كبيرا جدا، و يمكن وصف ما حدث لوفد الرياض بأنه انتكاسة سياسية جديدة تضاف أو جاءت بعد الانتكاسة العسكرية في الجبهات بفضل الصمود الشعبي والصمود العسكري. ووفد الرياض، وهذا شيء سيعلمه الشعب اليمني سواء اليوم أو بعد اليوم، تحدثوا ودخلوا في قضايا تفصيلية وقضايا جزئية، هم يريدوا أن يبقوا على الحكومة التي شكلوها في الرياض، على يريدوا أن يبقوا في مناصبهم، حتى أن بعضهم قال نحن ما زلنا في بداية الحكم ونريد أن نعود إلى صنعاء حتى لنحكم على الأقل لسنتين وليس لشهرين أو ثلاثة أشهر. إذن هم يبحثوا عن مناصب، هم يبحثوا عن استمرار المملكة العربية السعودية في رفض أرصدتهم المالية في البنوك. أيضا كانوا طرحوا أشياء مضحكة فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، وقد تحدثنا في وقت سابق حول هذا الأمر، وصل بهم الأمر إلى التنصل والتهرب من تثبيت وقف إطلاق النار، وقالوا نحن لا نستطيع أن نتواصل هاتفيا مع اللجان الميدانية التي شكلوها في المحافظات لصعوبة ذلك ولعدم وجود تغطية شبكات التليفونات، وطلبوا من الجانب الكويتي توفير أو الأمم المتحدة توفير هواتف الثريا لهم ولأعضاء اللجان الميدانية في التواصل، رغم أننا نتواصل بشكل يومي مع اليمن، مع صنعاء، مع عدن، مع جميع المدن اليمنية، ولا يوجد أي عوائق تغطية الشبكات العاملة في مجال الهواتف جيدة جدا وتصل إلى أغلب المناطق، وهذا عذر أقبح من ذب. أيضا كان هناك طرح آخر، وعلى الشعب اليمني أن يدرك مثل هذه الأمور وأن يستوعب بأن المفاوضات حتى هذه اللحظة لم تحقق أي تقدم، وكما أشار السيد القائد في خطابه قبل ساعة من الآن أن هناك حتى هذه اللحظة بالفعل هناك سلبية، أيضا فيما يتعلق هناك خلافات فيما يتعلق بالمرجعيات. الوفد الوطني اعترف بجميع المرجعيات ابتداء من المبادرة الخليجية وحتى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكحزمة واحدة، لأن وفد الرياض يرى إلى قرارات مجلس الأمن فقط، يرى إلى قرار 2216 ويجتزئ من هذا القرار ما يتعلق بقضية السلاح وقضية الانسحاب. أيضا أما الوفد الوطني فقد اعترف بكافة المرجعيات، مقررات الحوار الوطني أيضا، اتفاق السلم والشراكة، هذا الاتفاق الذي اجتمعت حوله جميع الأطراف اليمنية وتجاوز العوائق التي وضعتها المبادرة الخليجية، كون المبادرة الخليجية لم تضم كل الأطراف، جاءت بناء على الأطراف أيضا، حاز اتفاق السلم والشراكة على مباركة حتى من دول الخليج نفسها في بيان بعد الاتفاق بأيام. أيضا هناك قرارات المجلس الأمن أيضا أيدت هذا الاتفاق، وبالتالي هناك خلافات كبيرة جدا فيما يتعلق بشكل السلطة التوافقية. حكومة الرياض تحاول أن تعود إلى صنعاء وتقول استسلموا فقط، وهناك من يحاول إقناعها بأن مثل هذا المنطق لا يمكن أن يكون على طاولة حوار، يجب أن يصل الجميع إلى منتصف الطريق، يجب أن يقدموا تنازلات، وبالفعل الوفد الوطني حقق مكسبا سياسيا كبيرا جدا، نحن نلاحظه بشكل يومي في لدى الدبلوماسيين وأيضا السفراء الذين نلتقيهم من سفراء الاتحاد الأوروبي. نعم بناء على المعطيات التي ذكرتم، هل أنتم متفائلون بعودة وفد الرياض إلى مسار المفاوضات الصحيح؟ دعني أكون صريحا معك نادر، الوضع هنا يتعلق بمدى إرادة المملكة العربية السعودية في أو نواياها الجادة في تحقيق السلام. المملكة العربية السعودية قد يكون تريد أن تحقق أن تخرج من الحرب ومن العدوان على اليمن، لكن بطريقتها هي، بطريقة الغطرسة، وتريد أن تفشل هذه المفاوضات، وأنا أتكلم هنا بكل صراحة، فقط لأن هذه المفاوضات لم تكن على أراضيها، لم تكن في الرياض، لم تكن تحت رعايتها. المفاوضات هنا تحت رعاية دولة الكويت، دولة الكويت أكدت حيال
حياديتها. وأكد أمير الكويت خلال لقائه بالوفد الوطني أنه أن الكويت دولة حيادية، حتى نفى وجود أي قوات كويتية داخل الأراضي اليمنية، وقال نحن نتواجد فقط على الحدود السعودية. أيضا أكد قبل ساعة تحديدا كان هناك لقاء مع وزير الخارجية الكويتي على هامش الملتقى الإعلامي، التقى بعدد من الإعلاميين اليمنيين، وأكد أن الهدف الكويتي هو حقن دماء اليمنيين قبل أن يكون محاولة الوصول إلى إنجاز سياسي أو دبلوماسي. يضاف إلى تاريخ الدبلوماسية الكويتية خلال السنوات الماضية، الجميع يعلم أن للكويت دور مهم جدا ومحوري في المنطقة، وباعتقادي أن الكويت قد تمكنت الدبلوماسية الكويتية من تأكيد حياديتها. أيضا وزير الخارجية الكويتي وجه رسالة لوسائل الإعلام الكويتية بأن تنفتح على كل الأطراف، لأننا نجد في بعض وسائل الإعلام الكويتية انحيازا كاملا لوفد الرياض. يبدو أن هذا الأمر له علاقة بحكم التأثير السعودي على دولة الكويت، سيما بعد الاجتياح العراقي وبعد تحرير الكويت من الاجتياح العراقي عام 91. أيضا فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الأخرى، دولة الكويت أكدت أنها تتعاطى بإيجابية كاملة مع كل الأطراف. أكدت كان هناك أيضا رسائل خاصة لقائد الثورة، وأيضا رسائل خاصة لوفد أنصار الله ولوفد المؤتمر الشعبي العام ولجميع الأطراف اليمنية بأن الكويت ستصبح أو ستسهم في بناء اليمن وستسهم في عمار اليمن. نعم، إذا ما توصل اليمنيون إلى لك حل توافقي شامل. أيضا نعم، كان هناك في لقاءات جانبية ولقاءات خاصة قد لا نستطيع الحديث عن تفاصيلها بوسائل الإعلام، كان هناك تأكيدات من بعض المسؤولين الكويتيين بأن ما قدمه الوفد الوطني من رؤية هي رؤية واقعية ورؤية منطقية، حتى أن بعضهم أو أحدهم قال يوم أمس لأحد أعضاء الوفد الوطني، قال نحن لم نكن نتوقع أن تقدموا مثل هكذا رؤية، نحن نعم توقعنا أن تكونوا متطرفين في رأيكم، إلا أنكم اختصرتم علينا الجهد. وبالفعل الأمور تتجه خلال الأيام القادمة ستتجه حسب توقع الشخصي إلى محاولة فرض الرؤية التي قدمها عبد الله بن عامر. شكرا جزيلا لك.